مرحبا. 21 حزيران هو أطول نهار بالسنة، ولكن بالمقابل هو عيد الأب. ياسور قرر أنه يخصص هيدا العيد وهيدا اليوم بتقرير خاص ونزل على الشارع. منشوف سوا. تعرف أيمتى عيد الأب؟ اليوم أكيد محتفلين فيه. أكيد هين، وهلأ عم جيب قلب كيك، أحلى بي بالدنيا عندي. أكيد بعدنا عم ننزل له بوست، عم عايده لأنه كل العمر بقلبي هو. بشوف على السوشيال ميديا صور من الديت اللي قلنا، بنعرف بنفوت من عيد الوالد يعني مش أكتر. تعرف أيمتى عيد الأب؟ لا. يوم هو عيد الأب؟ يوم عيد الأب. عيد الأب بارح. يوم. اليوم بارح، مش مشكلة. بالعب. الأب دائما كل يوم عيد. ب 21 أب اليوم. 20 أب. 21 صيدان. صيدان. ما كل شي مرة قتلي ما بتنساها منه؟ بحياته بيي ما ضربني. أنا مدلل عنده. بحياته كنت مدلل عنده. كان يعاقبك بس. لا 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 لا، بيي الله يرحم روحه ويرحم روح أبويتكم. إيه والله. لا كنتوا بتحتفلوا بهالزمانات بعيد الأب؟ لا هو في عيد الأب، وين في عيد الأب؟ يوم عيد الأب. وقت أجيب التاتو بلا ما يعرف. عارف كيف؟ فكتير انزعج وهيك. وصار أكلت التاتو. كنت بزغري شيء كثير. يعني كنت دق موسيقى وأعمل حفلات وهو مش راضي عن الموضوع. مرة أنا ورفقاتي يعني عملنا قصة مش حلوة ولقطنا كلنا يعني. تحكي لنا شو له؟ لا صعب نحكيها هيدي. خطيرة خطيرة. شو عملك يوم مثل الوالد؟ عم اقول لك يعني الحكي عنده اصعب من القتل، يعني يا ريت ضربني. ايه بالحكي بصيب اكثر عبر. ايه هربت من المدرسه. ضربك يا عمتك؟ ايه ضربني وكلبجني. بعذبه كنت كثير. شو كان يعمل؟ بعدني لهلا بعذبه. شو يعمل؟ هلا ما كان يضربني، بس هيك يعني، بس كان يعيط هيك ضربه خفيفه كذا، بس ما كان يعني. كنا صغار ونطلع ننطنط عن الطابق الاول والطابق الثاني، انا جرأت وطلعت نطت عن الطابق الثالث، فالكف اللي اكلته بعده لحد هلا معلم. لا بابا ابدا ما كان يضربنا، يعني كثير بي بتحسه حنون وهيك، بسمع كثير من رفقاتي كانوا انه بخافوا من بياتهم، بس نحن ولا مره بابا تعامل معنا بهيدي الطريقه. مره عاقبك على شيء؟ لا ابدا، او يمكن لانه انا كنت كثير عاقله، بس اختي كانت تاكل قتل من امي. شي مره هيك ممكن انه قتله ما بتنسيها؟ اكيد اكيد، مثلا بتكون اخذ لك شي علامه مثلا مش منيحه طبيعي هيدا. كان على اساس نحن بنخلص الدوره، قلت له الساعه 1 الظهر وبرجع مع رفقاتي دغري، فمدت بتذكر وقتها يمكن الساعة 6، اجى لهونيك معصب هيك ومنرفز، طلعني بالسيارة وبلش فيه خبط. أكيد أكيد كنت شقي، أكيد كنت شقي. يعني شو بدي أقول لك، كنت أسأل إنسان، بس هلا بتعرف شاب بيوقع أول شغله يعني 18 19 سنة 20 سنة، شو بدي يكون؟ بدي يكون سائر ومش عارف حاله شو عم بيعمل، فلما يضرب بيضرب عشان مصلحته. ضربني مرة كف، زتني هيك ورجع صلحني، جاب لي جوز وصرت عميه. ليه ضربك؟ هيك عشان ما لعبش الغنم، بديش ارعى غنم، بعرفش ارعى غنم. كان عيبك بالعادة؟ لا، بس طالع معك بواحد. تعرف ايمتى عيد الأب؟ لا، بعرف شعره. يوم عيد الأب؟ يوم عيد الأب؟ طب في عيد الأم؟ مرأة عيد الأم؟ في عيد الخال. كل سنة أنت بخير حبيبي. طول عمركم والكاميرا، وأحلى كاميرا، وأحلى مصورين، وأحلى فنانين في العالم.